أخذ مساكم، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. رجعنا لكم اليوم وبحلقة جديدة من حلقاتنا الرمضانية وطبخة جديدة. وطبعاً طبختنا اليوم هي طبخة شعبية، الكل بيطبخوها، بس بيطبخوها بفصلها بموسمة. فبفصل الشتاء ما بعرف الغير شلون بيطبخوها، بس عنا بعفرين نحن يمكن حكيت كتير على هذا الموضوع. نحن بالصيف وقت المونة منمون، وبالشتوية منطبخها وبيأكلوها، رغم يعني حاليا متوفر كمان الخضروات بالشتوية، بس أكتر شيء عنا بيعتمدوا على أكلات أو الخضروات الصيفية بمونوها. اليوم رح أعمل محاشي يابسة. عندي هون باذنجان تيبيس، كوسة تيبيس، وعندي فليفلة، قرون فليفلة حمراء تيبيس رح نعملها. وهلأ رح أشرح لكم المقادير. عندي هون تقريباً بيجي شغلة نص كيلو تقريبي، يعني أو أقل، المشكلة يعني باذنجان، كوسة، فليفلة حمراء يابسة. عندي 300 جرام لحمة، عندي نص كيلو رز، في عندي شوية بقدونس، نص بقد بقدونس، وشوي نعناع، نص نعناع. في عندي 3 رؤوس ثوم، عندي 4 معالق دبس البندورة، معلقة ونص ملح، معلقة فلفل أحمر، ومعلقة بهارات مشكلة. وعندي هون هاي ذاتي بتعطينا طعم مميزة، اللي هي السماق. السماق نحن بنستعملها كتير للمحاشي. وخليكن معي أشرح لكم خطوة بخطوة. هلا أول خطوة رح أنقع عندي هون كاسة السماق، مي سخنة، طبعا سخنت المي. وهلأ رح أنقع شغلة ربع ساعة الرز. وهلأ رح خلي بارين عندي هون المي عم تغلي لتغلي لي الباذنجان والكوسة والفليفلة. فرمت البقدونس والنعناع، بفرمه فرمة وسط. هلأ رح ضيف اللحمة، وعندي ما قلت لكم راسين توم، فأحيانا بستعمل 3 أو 2 حسب التوم. هلأ بحطها كمان وقت الغلي، بحط التوم معه يعني. والدبس البندورة رح أضيف بالتدريج. عندي معلقات بهارات مشكلة، فلفل أحمر، ومعلقة ملح. أول شي رح حرك تبلتي، هلا في منهم بحطوا معلقة ملح ليمون أو معلقة شاي أو أكتر حسب الكمية، فصراحة أنا ما بستعمل الملح ليمون نهائيا، يعني للضرورة يعني. فليمون أو ليمونتين بضيف لحشوة، وأثناء الغلي بضيف مية السماق. وهلأ بعد ما نقعت الرز وصارت عندي الخلطة عندي جاهزة، رح أضيف الرز وأرجع أخلطها وأشوف. وفي هون طبعا إذا دهنة اللحمة كويسة بإمكانكم ما تضيفوا زيت، واللي حسب الرغبة يعني، أحيانا في منهم بيضيفوا زيت، فأنا بضيف شوية زيت الزيتون كمان مع الحشوة. في منهم بيحطوا معلقة سمنة، هون حسب الاختيار وحسب رغبة الشخص يعني.
هلا بدنا كمان دبس البندورة. ما زيتني. يلا يلا بالكرتون. طبعا رجعت ضفت معلقة دبس البندورة، لأنه دبس البندورة اللي جابته اليوم ما مو مثل شغل البيوت، فأنا الأكترية بعملها على إيدي، بس خلصت عندي جبتها من السوق، فضفت كمان معلقة، لأنه بتعرفوا شغل الإيد غير شغل السوق، فما عطتني لون الحمار اللي بدي إياه. ضفت 4 معالق دبس البندورة. هلأ رح أضيف الزيت، رح أضيف زيت الزيتون مقدار نص كاسة كبيرة فقط، لأنه في عندي لحمة ما رح أكتر الزيت. وهلأ هيك جهزت حشوتنا، رح هلأ أشوف بارين لوين وصلت. عم تغليلي الباذنجان والكوسة، طلعت معي بهذا الشكل. هلا في عندي عظام، وفي منهم بيقولوا عصعيص بذاحتهم طحتهم، وبأكيد الكل بيستعملهم. احنا لما هلا اليوم بدي اطبخ على الحطب عشان ما تحترق تحتها، واحيانا بضيف مع حمص فبيطلع كتير طيب مع مرقة المحاشي صراحة، بس اليوم ما حطيت، يعني حمص عادي هيك قد كاسة صغيرة بحط، فبتطلع فظاعة جدا مع مرقة المحاشي. هلأ رح نحشيه، وطبعا الحشو أنا أحيانا بحط قرن فليفلي كمان بفرمة ناعم، وبحط بندورة. اليوم ما حطيت كون الخضار عندي هون اليابسة، المحاشي اليابسة بدي أطبخهم فما حطيت. وهلأ بنقعت الرز رح أحط إصبعتي هيك، لازم 3/4 أكون حاطة الرز مو أكتر. إذا الرز مو منقوع رح نحط للنص مو أكتر، بس إذا منقوع بنحطها هيك لثلاث أرباع، لازم إصبعتنا تجي لهون هيك بيكون حاج، مشان ما تطلع معنا قاسية كتير. وهلأ حشينا المحاشي وخلصناه، هون بدي أطبقهم بالطنجرة. عندي هون وهلأ خلصنا التطبيق، بدي أغطيه بالحجرة لأنه عندي محاشي ناعمات كتير، فلازم اعرف شلون بدي اطبق مشان ما تطوف فوق المي. طبعا هون عندي مثل الصلصة عملت قبل ما انزل شغلة نص ساعة، رح اضيف عليهم مع معلقة دبس في البندورة وراس توم ونعناع وشوية زيت كمان خلطت، بس هي قبل ما انزل مع مية السماء بضيف عليهم. هلا رح اضيف المي،
نانوكو. هلا رح ضيف المرأة اللي ساويتها. وهلا رح اضيف السماق، بضيف السماق قبل ما انزل بنص ساعة، يعني بعرف قربت تستوي. شغلت نص ساعة بحطها وبخليها هيك على نار هادية هادية كتير، فبتعطيني طعم كتير طيبة ومميزة. وهلأ بعد نص ساعة استوت عندي الطبخة ورح انزلها واطبقها ورجعت لكم. وهلا خلصنا المحاشي ورح اصفه. استوت عندي، خليني اصفهم برجع لكم. وهلا انتهينا وصفرنا صارت جاهزه، اللي هي محاشي اليابسه باذنجان كوسه فليفله حمراء. بتمنى نالت اعجابكم وجربوها، وهي كثير طيبه، وهي الطبخه بنحبها لانه ورثناها عن اجدادنا. فبنقول لكم صياما مقبولا وافطارا شهيا، وصبتين على قلبكم جميعا. حلقه جديده بكره باذن الله تعالى، وبكره تابعونا بحلقه جديده من حلقاتنا الرمضانيه.